في شبرا يوم الحد اللي فات مسجد نصر الإسلام بمنطقة الساحل شهد انفجار عبوة ناسفة يدوية بدائية الصنع. قعدوا دوروا ايه يا ايه الحكاية، اكتشفوا ان واحد دخل الحمامات وقعت منه القنبلة والناس هربوه من الجامع مش مفهوم ليه. فضلوا يدوروا لحد ما جابوا هذا الشخص. هذا الشخص اعترف وقال، قال ايه؟ تعالوا اسمعوا بيقول ايه. اخويا اتصلت عليا قبلها باسبوع تقريبا، قالت لي في حاجات غريبه كده وشكلها غريب، بومب كبير كده في البيت يعني، فانا عايزك تشوف تتخلص منه عشان انا خايف على العيال منه. فقلت لها طيب هاتيه. طبعا انا اخدته قلت اشوف اطلع عليه الاول اشوفه ايه هو بالظبط، فلقيته عباره عن بومب كبير فعلا كده قد الليمونه كده يعني متوسطه شويه. فقلت طبعا دي حاجه ممكن تكون بسيطه يعني زي بومب العيد مثلا بتاع الاولاد وكده، بس شكلها كبير شويه. فقلت اخدها اتصرف فيها يعني، انا عارف ان لو اتفكت مثلا او كده خلاص، بس انا ما اعرفش طبعا ان فيها حاجه زي مسامير جوه او كده. فخدتها بحسن نيه طبعا بفضل تعالى، طبعا انا خفت ارميها في الزباله او حاجه زي كده حد يشوطها يتعور ولا كده، فقلت افكها في مكان امن يعني يكون بعيد عن اي حاجه، بعيد عن اي ناس مره في الشارع يعني او حاجه زي كده. فخدت واحده وفكها لقيتها زي البومبه بالظبط يعني، بس هي شكلها كبير شويه. فكيت السلكه وبفتحها من جوه لقيت فيها بعض مسامير كده زي بتاعه الانتريه وبودره بني كده، قلت يعني حاجه بسيطه. دقتها في الحمام فجاه لقيت صوت شديد جدا طلع ودخنه جامده. بس بعد الكلام.